السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. مشاهدينا، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتضارب الأرقام الرسمية حول نسبة الفقر الحقيقية في البلاد، خاصة أن هذه الأرقام تحرج الجهات الرسمية التي يتبع أغلبها لأحزاب تروج لنفسها على أنها تحظى بشعبية عالية بين الجماهير، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن نسبة الفقر في العراق بلغت أكثر من 40%، إلا أن الحكومة تتحدث عن نسب أقل من ذلك بالرغم من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها البلد، إلا أن خط الفقر آخذ بالازدياد بصورة متصاعدة، خاصة مع تأثر العراق بالأزمات الداخلية والخارجية وسوء إدارة الموارد، فضلا عن الفساد الذي بدد ثروات العراقيين، حتى بات مشهد لجوء الطبقات الفقيرة إلى العمل في مكبات النفايات هو المشهد السائد في العراق. سنشاهد الآن مشاهدينا مقطع لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عمله في جمع العلب المعدنية والأسلاك لصهرها ثم بيعها مقابل ثمن بخس لإعانة أسرته، بعد أن تخلت الحكومة عن مثل هذه الشريحة من المواطنين ولم تشمله هو وغيره في نظام الرعاية الاجتماعية الذي يفترض أن يغطي مثل هذه الحالات. دعونا نشاهد هذا المواطن من محافظة ذي قار. ايش قاعد تسوي؟ انت من دين يطلع لك مصرف؟ شو تسوي؟ تاكل تدور لك لقمة تاكلين تبيعين؟ راتب ما عندك انت؟ ما عندك راتب؟ ابد؟ يعني انت معوق، مفروض عندك راتب، والمعوقين طوهم قطعت ارض، انت لا راتب ولا قطعت ارض ولا عمل، انت معوق هسه حاليا، عندك عوق دائم. بيتكم وين بيتكم؟ خلف الملعب. رسالة إلى الحكومة المحلية، هذا شاب من ذوي احتياجات خاصة، قاعد يلم، يعني أنا صدفة وطريقه شفته قاعد يلم صفر، هذا صفر شوفوه يلمين حتى يبيع حين ياكل لقمة، ما عنده راتب، ويتلومونا ليش نطلع نتظاهر، ويتلومونا ليش ننتفض ضد الفساد ضد الظلم بالعراق. هذا شاب من أبناء محافظة ذي قار مدينة الناصية، بيتهم خلف ملعب التضحية، يلم هذا الصفر، هذا شوفوا هذا محل مخلفات مع الدراجة تصليح، يلم هذا الصفر حتى يحرقه ويبيعه يسوي فلوس حتى ياكل بيها لقمة، يا ملابس عدة راتب أساسيته، قال راتب ما عندي. مشاهدينا الكرام، المشاهد المؤلمة لا تقف ولا تنتهي عند هذا المقطع. أظهر مقطع آخر سيدة عراقية في بغداد تجمع قوت يومها من حاوية للنفايات لإعانة بناتها في مشهد أشعل منصات التواصل الاجتماعي بالغضب حيال الوضع المؤلم الذي وصل إليه العراقيون بعد الاحتلال والميزانيات الانفجارية التي رصدتها الحكومات المتعاقبة. لنشاهد. يما شو يشوفون؟ لو تشوفون أربع بنات يا ريت تكون أولاد، ما قعدت قالوا بيت العباس، لو قالت يوعانا نصحى اليوم، لو قالت يوعانا هي تقول لي يما مواميق، اقول يا خشاشة النعلة على ابو المواميق، خلي يعيشونا ليش عرف؟ تحت استوى كليت من الزبالة، وتحت كليت من الزبالة، لا تجي من الزبالة كليت، تقول بس كون بناتي عقلت. لنتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. سارة تقول: حسبي الله على الحكام والرؤساء، والله حرام هاي العالم هيك يعيشون وهم عايشين بنعيم. تقصد هم عايشين بنعيم الحكام والرؤساء. أحمد عواد: الله أكبر على كل ظالم وفاسد وحاكم يسرق قوت شعبه، الله يحكم بينكم وبين الشعب، وكفى بالله وكيلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو صالح الخميسي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل على الحكومة الفاسدة
التي سرقت قوت الفقراء والمساكين. مريم البصري تقول: كل هذه خيرات وثروات الوطن وشعب ميت جوع، آه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. نستقبل الآن بعض الاتصالات من حضراتكم، ومعنا السيد أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد الكريم، معاناة الشعب هذه لن تنتهي أبدا بوجود هذه الحكومة التي أتت ما أتت إلا لتصعد على أكتاف الفقراء. كل حكومات العالم تراها تطور وتنتبه للخدمات، ومسألة الخدمات ومسألة أسباب العيش أصبحت أمرا من الماضي بالنسبة للدول المتطورة وبالنسبة لكثير من دول الخليج التي لا تفكر الآن بالخدمات وبغيرها، وإنما تفكر بالتطور وبنقل بلدانها من الأحسن إلى الأحسن. أما هذه الحكومة يا سيدي، أتت بمخططات خارجية، أتت بمخططات أمريكية وإيرانية. طيب، وهي إجلال هذا الشعب. كم تحتاج هذه الحكومات حتى تصل إلى مستوى الخدمات وليس التطور، مستوى الخدمات الذي تملكه دول الخليج؟ سيدي الكريم، المسألة ليست مسألة وقت، لا تحتاج إلى وقت، وإنما تحتاج إلى ضمير. فما دام الضمير غائبا فلا يكفيهم لا 10 سنوات ولا 20 سنة ولا 100 سنة. متى ما تغير الضمير ومتى ما نظروا إلى فقر المجتمع سوف يأتون بالخدمات. أما التطور فأصبح هذا أمرا من الخيال، أصبح أمرا خياليا بالنسبة لهذا الشعب الفقير، وعليه أن يعلم أنه لا خدمات ولا راحة ولا تأمين للقمة العيش إلا بإزالة هذه الحكومة التي أذلت الشعب وتريده أن يرفع مقابل لقمة العيش، لكنه يعطي حياته ولا يرفع لهم. سيد أبو سمية، باختصار، هناك حديث طبعا من الأحزاب وأدواتها الإعلامية أنه الحكومات اللي جاءت كلها تعاني من المؤامرة الخارجية لتحاول يعني هدم التقدم، هدم البناء، هدم المشاريع اللي يريدون يقدموها أو ينشؤوها لخدمة المواطن. هل تعتقد فعلا أن هناك مشاريع كانت ستبنى وأن هناك مؤامرات خارجية وقفت ضدها؟ أخي الكريم، المؤامرات على المشاريع في داخل العراق مؤامرات داخلية وخارجية. المؤامرات الخارجية موجودة، لكن متى تنفذ؟ تنفذ إذا كان هناك موطئ قدم لكي تأتي المؤامرات الخارجية وتعمل في هذا البلد. فالمؤامرة اثنتان، مؤامرة خارجية ومؤامرة داخلية من هذه الحكومة التي تتعاون مع الجارة إيران لإفقار وإذلال هذا الشعب. شكرا جزيلا أبو سمية من الأنبار. معنا اتصال ثاني، السيد علي من بغداد، تفضل. فقدنا الاتصال مع علي. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مقاطع في هذه الحلقة وننتقل إلى الموضوع الثاني لدينا، وهو موضوع العمالة الأجنبية. طبعا حذر خبراء اقتصاديون من تبعات استخدام العمالة الأجنبية وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي في العراق، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة لدى العراقيين. طبعا تشير تقارير اقتصادية إلى أن توافد العمالة الأجنبية فاقم من مشكلة البطالة في العراق في ظل تخرج طلبة الجامعات ومحدودية فرص العمل، بالتزامن مع عدم تنشيط دور القطاعين المختلط والخاص بسبب التجاذبات السياسية والأوضاع الاقتصادية والأمنية التي أثرت بشكل كبير في تفعيلهما وجذب المستثمرين، ودفع استخدام العمالة الأجنبية أو دفع هذا الاستخدام وتفضيل العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية، دفع موظفي مصفى كربلاء النفط إلى التظاهر الشهر الماضي قبل أن تجبرهم إدارة المصفى على تقديم الاستقالات بذريعة أنهم مخربون. لنشاهد. العراقيين خرجوهم، الله يعطيك العافية، مقدم استقالات والله وياكم، وذولاك الباكستانيين البنغلاديش يشتغلون. شوف هاي من داخل مصفى كربلاء،
كلهم خرجوهم، كل من اخذ جويلاته وراح يتوجه لبيتهم حزينين. هذا يا اخي يوجه مناشد الشعب السوداني ايضا وزير النفط، شو توجه اخي؟ والله العظيم كنا متأملين من عندك كل خير، بس بصراحة هم المسؤولين العراقيين كل خير وما بيهم. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. تؤكد التقارير وجود أكثر من 1,000,000 عامل أجنبي في العراق يمارسون مهنا متنوعة، منهم أكثر من 350,000 عامل دخلوا بصورة غير شرعية. طبعا تعاني محافظات العراق من معدلات عالية للبطالة في صفوف الشباب من جراء السياسات الحكومية الفاشلة وعدم قدرة الدوائر على استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين. وتؤكد مصادر صحفية أن البصرة تتصدر المحافظات في أعداد العمالة الأجنبية، إذ تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد العمالة الوافدة من الخارج، فيما ترتفع نسب البطالة بين أوساط شباب المحافظة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الآتي لمئات العمال الأجانب في مصفى البصرة النفطي، بالرغم من التصريحات الحكومية والمزاعم المتعلقة بالعمل على الحد من هذه العمالة. لنشاهد مشاهدينا الكرام أمام حضراتكم هذه اللقطات. هؤلاء بحسب شهود عيان، بحسب أفراد كانوا متواجدين في هذا المكان في هذه اللحظة، أكدوا أن هذه الأعداد الغفيرة من الأشخاص هم عمال أجانب يعملون في مصفى البصرة. ويعني كما تلاحظون، لماذا لا يتم الاستعانة بالأيدي العاملة العراقية؟ لماذا يتركون على الأرصفة وهم أصحاب شهادات وأصحاب خبرات وهذا بلدهم وهم الأحق والأولى بالعمل فيه؟ هذه أسئلة يطرحها المواطن العراقي دائما حقيقة. طبعا نستمر مع هذا الموضوع. اعتقلت القوات الحكومية في البصرة 50 متظاهرا أمام مصفى الشعيب النفطي بعد مطالبتهم بتوفير فرص عمل للعراقيين بدلا من توظيف العمالة الأجنبية في الشركات العاملة بالمصافي والحقول النفطية بالمحافظة، في مشهد يبين ازدواجية التعامل مع العراقيين المطالبين بفرص عمل ومع الأجنبي الذي تفضله السلطات على المواطن العراقي. لنشاهد. السلام عليكم. طبعا اعتقلوا 50 واحد من المتظاهرين المعتصمين امام المصفى اليوم، والقوات الامنيه البطله الفوز زلم يقول لك اما تنسحب اطلع لك العالم، يعني يدافع عن الهنود ما يدافع عن العراقي، يساومك يقول لك انسحب واطلع العراقيين جماعتكم من السجن. هذول ما اشوفهم جاي الفوش كله مال البصره، عبالك ما ادري ايش عندنا، ما ادري مفجرين جسور ما ادري شنو. شوف اهالي وهاي الاخوان المتظاهرين. بدينا نستعرض بعض التعليقات مع حضراتكم بشأن هذا الموضوع. أحمد باقر العيداني يقول: نعم هذا البلد للهنود والبنغال والباكستان، وابن البلد صاحب الشهادة عاطل عن العمل، ماذا تفكر هذه الطغمة الحاكمة؟ تعليق من كرار الحسن يقول: تخرجت ب 2016 ورحت التعيين وريحة التعيين ما شميتها، هيك الحال من يحكمونك الخونة. حيدر يقول: هذا دليل من يحكمك شخص ولاء لغير دولة. وتعليق من أحمد طالب يقول: نطالب بإخراج العمالة الأجنبية بأسرع وقت ممكن إن كنتم صادقين. السيد أبو أحمد من بريطانيا معنا عبر الاتصال، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. والله ألم بس اسمح لي شوية. لا تسمح لي، تفضل. أنا عندي هواي أمور يجب أن يسمعها الشعب العراقي. باختصار أبو أحمد لو سمحت. والله اسمح لي، إذا اسمح لي أستاذ محمد. وأنا سيد أبو أحمد، سيد أبو أحمد أنا ما أقدر أعطيك وقت طويل، يعني بس لا مو وقت طويل، ثلاث دقائق مو أكثر يعني. تفضل تفضل. أولاً الناس اللي يحكمون بالعراق ناس مو رجال سلطة وما مؤهلين لهاي الشغلة. وطرحت أنت تساؤل جدا عظيم أنه المؤامرات الخارجية، نعم أكو مؤامرة كانت تحاك من إيران لتدمير الصناعة والزراعة في العراق. شلون تدمير الصناعة والزراعة بالعراق؟ كانوا يصدرون سمنت بربع كلفة السمنت اللي ينتجه بالعراق.
وكذلك الطماطم وبقية الخضروات بسعر أقل من ربع القيمة اللي ممكن أن تسرع بالعراق. يعني بطريق النجف كربلاء كان أكون شباب من الناصرية جو يزرعوا الخط الاستراتيجي طماطم باعوا الصندوق 30-33 كيلو 3000 دينار بحيله ما حد يشتريها. المهم شنو هذا الموضوع نعيبه على إيران أو نعيب إيران على هذه التدخلات لو تعاب أو يعاب على السلطات الحاكمة والحكومات اللي جت بعد 2003 أنها كانت ضعيفة ولم تستطع حماية العراق من هذه التدخلات الخارجية؟ على من نعيب؟ يعني من الذي يعاب بهذه القضية؟ دولة مو رجال دولة منتهي من هذا الموضوع. إحنا مو رجال سلطة دولة، دولة تبع لجهات خارجية منتهي من هذا الموضوع. بس أكمل لك الموضوع، إذا إلى أن غايتهم يدمرون الزراعة والصناعة بعدين راح تضطر فعلا وقفة تغلب المصانع والمعامل حتى هم يرفعون السعر أنت غصبا عليك تشتري. هذه واحدة. اثنين، أما عن العمالة الأجنبية، ترى العمالة الأجنبية من يجيبهم إلى نسبة من رواتبهم. فلذلك مستحيل يفكرون بالعراقي، العراقي ما راح يستفادون من عنده أي شيء. فهذا الشعب العراقي لازم ينتبه. المظاهرات اللي طلعوها يعني هسه صارت بالضبط مثل جهة محترفة وجهة هاوية. الشعب هاوي، هم دول أصبحوا محترفين. طيب. شلون يسوون المظاهرات، شلون يسوون المعارضة، الموضوع طويل ما أريد أطول ولا عليك. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا للمشاركة، ونكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مقاطع في هذه الحلقة. ننتقل إلى موضوع آخر وهو القطاع الصحي، عرضنا بالحلقة السابقة أيضا عن هذا الموضوع، ونكمل اليوم في حلقتنا عن الانهيار المستمر في القطاع الصحي الذي كما يقول عراقيون لا يوقفه أو لا يوقف هذا الانهيار إلا المعجزة، لأن مستشفيات البلاد غير مؤهلة لاستقبال حتى مرضى الزكام. فعلى مستوى نظافة المستشفيات والمراكز الصحية مثلا تهدي زائرها المريض وباء أكثر مما يعانيه كما يؤكد مراجعون. أما على مستوى توفير الأدوية فغالبا ما يدرك المريض أن خانة الصيدلية لا يتوفر فيها إلا القليل، وهذا القليل غير موثوق بصلاحيته أي الدواء. دعونا الآن نشاهد من مستشفى الإمام علي في محافظة النجف حال الأسرة في غرفة العمليات أو غرفة العناية المركزة في ظل انتشار الأوساخ في هذه الغرفة العناية المركزة، لنشاهد. مستشفى الإمام علي، هاي العناية المركزة، هذا مستشفى الإمام علي العناية المركزة. شوف الزبالة، شوف القطاع، وين الكوادر الطبية وزارة الصحة، شوف الطصحون، شوف هذا الدم، هاي نقشة جديدة، دم هاي الله أكبر، شنو هاي؟ عليك كذي، بعد كانون، بعد الزبالة، وهذا الدم، هاي لأن ما يبدلونهم. يعني هذه غرفة العناية المركزة، ماذا عن بقية الغرف، الغرف العادية الموجودة في المستشفى؟ نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. البنية التحتية للمستشفيات هي الأخرى أيضا متهالكة في ظل عدم صيانتها وقدم المباني التي مر عليها عقود من الزمن دون أي تحديث، إذ يعاني ذو مريض في رحلة مكوكية سنشاهدها بعد قليل مليئة بالمتاعب ومليئة بالحركة، حينما قاموا بنقله من طابق لآخر خلال إجراء الفحوصات سيرا على الأقدام. لماذا؟ لأن المصاعد متعطلة خارجة عن العمل وخارجة عن الخدمة، وهذا ما حصل في مستشفى الشعلة الذي تبين الصور التي سنشاهدها الآن كيف يتم نقل أحد المرضى من طابق لآخر.
طبعا عرضنا النظافة وعرضنا الخدمات داخل المستشفى، نأتي الآن إلى الجزء المهم أيضا وهو الطوارئ أو الإسعافات أو سيارات الإسعاف. طبعا مشهد انعدام وجود سيارات الإسعاف أصبح صفة سائدة للمستشفيات في عموم العراق، حيث أكد مواطن من قضاء الفجر في محافظة ذيقار عدم وجود سيارة إسعاف تنقل المرضى إلى المركز الصحي في القضاء بعد تعطل السيارة المخصصة لإسعاف المرضى. لنشاهد من أمام مركز الصحي لقضاء الفجر. يعني أنا أسأل الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية وأناشد القطاع الصحي بقضاء الفجر، شنو وجود قضاء كامل مرتبطة به ناحية؟ يعني سيارة إسعاف ماكو؟ الله أكبر. يعني معقولة موجودة الإسعاف والإسعاف عاطلة؟ يعني معقولة ما قدرتوا تلمون عطل السيارة؟ عم استاذ طالب الركابي ناجدك بالإنسانية، الفجر ما بي سيارة إسعاف تنقل به مرضى المتعارض اللي حالة الولادة اللي عنده عملية اللي عنده عارض بتالي الليل. قضاء كامل زائد ناحية ميسلون سيارة إسعاف واقفة. من قضاء الفجر مشاهدينا الكرام ننتقل معكم إلى قضاء الخضر في محافظة المثنى، حيث أظهر مقطع مصور تعطل سيارة إسعاف في طريقها إلى المستشفى وهي تحمل مريضا في داخلها، في مشهد يبين حجم الانهيار وعدم الاكتراث الحكومي بأرواح المواطنين. دعونا نشاهد. وين مدير صحة السماوة؟ وين مدير صحة الخضير؟ وين عواس سعد ملزوم؟ وين خديجة؟ هذا المريض عندنا وإسعاف عطلانة، وين أهل الصحة؟ شوفوا متان سيارة خبرنا على حسابنا، وين أهل الصحة؟ وين خديجة وادي؟ متان سيارة، وهذا عندنا مريض حالته حرجة. لنتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو حسين الجابري يقول: صحة المثنى خدمات رديئة جدا، وخاصة سيارات الإسعاف، المفروض عند تردي سيارة إسعاف التابعة للدائرة تصنف ويتم تعويضها من قبل الوزارة. شهيد الزريجاوي يقول: الوادم صارت تأخذ مريضها بالطيارات وإحنا إسعاف ما عدنا. علي منصور يقول: الإسعاف عدنا مجرد عربة نقل لا أكثر، طبعا في حال توفرها. وأبو عبد الله يقول: نطالب من وزارة الصحة توفير مسعف للمريض في سيارة الإسعاف وفيتر للسيارة التعبانة ويا المسعف. هكذا يطالب أبو عبد الله. معنا السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل يا أبو أيسر. أستاذ، بالنسبة لوزارة الصحة بها فساد إداري كلش قوي. نعم. لأن ما عليها رقابة، نشوف الحشاك التواليتات كلها وصاخة وزبالة والقطط والبيران تلعب بيها. نعم. وبالنسبة للأدوية حتى لو موجودة بالمخازن، نشوف أكثر يعني سجلات المرضى يسجلون عليها أدوية يأخذوها يبيعوها برا، ما ينطوها للمريض. نعم. فهاي الفساد موجود، يعني لأن أي رقابة ما عليه. كيف يمكن أبو أيسر، شلون ممكن يتم معالجة المشاكل في القطاع الصحي برأيك؟ الأطباء هسه اللي موجودين هم المقيمين بالمستشفيات الحكومية، بس المقيمين. الأخصائيين من تجي هسه يقول لك تعالي للعيادة الخارجية مالتي حتى يستفاد من عندك. نعم. ما يعمل بالقطاع الحكومي. سيد أبو أيسر. نعم. شلون برأيك ممكن يعالج أو تعالج المشاكل بالقطاع الصحي العراقي؟ أستاذ، إذا تريد تعالجها لازم تغير كل هذا الستاف، لأن هي أصل الحكومة نفسها كلها فساد. يعني يقول لك من أمن العقاب ساء الأدب. نعم. فماكو، يعني قلت لك المقيم هو يقيم مكان الأخصائي، والمقيم لا حول ولا قوة، شي يسوي؟ هاي يمشي بس شغل المرضى، يكتب له روح أخذ حبوب كذا من برا، روح أخذ. يعني هل يمكن فقط تحميل، أو هل يمكن تحميل أصلاً الأطباء مسؤولية الفشل الموجود بالقطاع الصحي؟
أو المعاناة داخل المستشفيات هم يتحملوها، لو تحمل هذه المسؤولية لوزارة الصحة أو الحكومة أصلاً؟ طبعاً للوزارة، لأن الوزارة أستاذ ما تقيم بعملها بزيارة المستشفيات وشوف واقع المستشفيات. مو زار محمد الشيع السوداني وقال الله لا يوفقنا على هاي الخدمة. مو زار، شو وين التغيير؟ وين الإصلاح بهذا القطاع؟ هم ليش مخلين وزير صحة؟ نعم. ليش مخلين مدراء عامين؟ على شنو مخليهم يعني يعطوهم رواتب ملايين وكذا؟ غير اكو زيارات مستمرة لهاي القطاعات، وهاي القطاعات مهمة بالنسبة للشعب العراقي. نعم. أنا أشكرك سيد أبو أيسر من تركيا للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع أيضا، وننتقل إلى موضوع آخر ضمن الفقرات. أقدم مسلحون مجهولون على الهجوم على مقهى يمتلكه الناشط حيدر النعماني فجر اليوم بقذيفة ووابل من الرصاص الحي وسط مدينة النجف، مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في ظل غياب تام للقوات الأمنية عقب مرور 3 أيام على افتتاحه. وحمل أبناء المدينة الميليشيات بالوقوف وراء الهجوم في محاولة للتضييق أو تضييق الخناق على الناشطين وملاحقتهم في مصدر رزقهم بسبب مواقفهم المناهضة لفساد الحكومة وأحزابها. دعونا نشاهد الصور الأولى. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، موضوع استهداف الناشطين، لكن ننتقل إلى جانب آخر من الناشطين أو من تحركات الناشطين. محافظة النجف نبقى ونستمر، والتي تشهد أيضا حراكا جماهيريا رافضا للعملية السياسية. هذا الحراك هو حراك من نوع آخر، حيث أقدم مجموعة من الناشطين والمتظاهرين في المدينة على إغلاق عدد من مكاتب النواب الذين يدعون تمثيل ثورة تشرين في البرلمان، مؤكدين عدم صلة تشرين بكل نائب يتاجر باسمها وباسم شهدائها. شمل الإغلاق مكاتب كل من النائبة فاطمة مجيد العيساوي والنائب أحمد مجيد الشرماني والنائب حميد الشبلاوي. الآن ننتقل لمتابعة هذا المقطع ثم نعود بعد ذلك لاستعراض بعض التعليقات. هذا المكتب راح نغلق الآن إغلاق رسمي، ما يفتح هذا المكتب، في حين انفتح هذا المكتب نرجع نغلق. هذا المكتب مو مكتب حميد الشبلاوي، هذا المكتب الشعب، الشعب يغلقه، الشعب يفتحه بكيفه. لا حميد الشبلاوي إلا دخل بي ولا شيء. تغلقونه تغلقونه، تفتحونه. لا محمد ولا حميد ولا كائن من يقل إلى دخل بهذا المكتب. مغلق بأمر حكمة. كل سلام. نستعرض الآن التعليقات مشاهدينا الكرام. معنا تعليق من حسين فليح يقول: من حق المتظاهرين، لأن أولئك النواب صعدوا براس تشرين وما قدموا شيء للشعب ولا للمتظاهرين. ستار السبعاوي يقول: كل مكاتبهم وشخصياتهم استغلوها لمصالحهم الخاصة وكونوا نفسهم واتفاقياتهم المشؤومة التي باعوا بها مصالح الناس الفقراء. راف هاشمي تقول أو يقول: أحسنتم، إياكم تقبلون بفتات الأحزاب الولائية، اجعلوا الثورة ثورة شريفة ما دامها بدت هيج، انصروا العراق بقضايا أكبر، لا تخليهم يأثرون عليكم، إسقاط نظام الحكم. تعليق من علي يقول:
عندما يباع الوطن بحفنة دولارات تصبح الأمور هكذا. هذا الكلام موجه للنواب الذين يسمون أنفسهم مستقلين بالظاهر، لكن في الباطن باعوا الوطن والوطنية عندما يشاركون في حكومة فاسدة وتستبيح دماء الأبرياء الذين أوصلوهم إلى سدة الحكم. مشاهدينا، كانت هذه جزءا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. نكمل مع حضراتكم ما لدينا في حلقة صوتكم لهذا المساء، والآن نستقبل السيد أبو علي من الديوانية عبر الهاتف. حياك الله أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل. يا الله، احنا نريد من الحكومة ما تسوينا مثل أوروبا بنايات، نريد تسوينا مثل كبد السهم. نعم، يعني النفط كله أخذوا بال 2009 قالوا نوزع النفط للشعب، بعدين قالوا مش لا بنا تحتية للشعب. أكلوا فلوس النفط ولا بنا تحتية للشعب، وخلوا الجنوب قاطع الجوع، ترى الجنوب بعد أيام كله يقبع عليهم. لا زراعة لا شس مطاهم ميت هذيب، ونحن سلفة سلفانة، إن الله لا يوفقهم وإن شاء الله تزيد. ما احنا ما عدنا، احنا لا عدنا حرس وطني ونحاربهم، ولا عدنا في الدخل. سيد ابو علي، ولا عدنا شو سيد ابو علي، هادي العامري شي يقول قبل الانتخابات، يقول اللي منعنا من البناء او تقديم الخدمات للمواطن هم اعداء الامام الحسين. شنو رايك وردك ايضا على هذا الكلام؟ والله هو انت شاف بعينك، هو شاف بعينه. اذا كان اعداء الامام الحسين اللي هم حرموه، يعني إلا من حكم من الكتمة استلمت الوزارة 3 سنوات تقدمت يا حبيبي، ما تقول لي 20 سنة ايش حققوا؟ 20 سنة مدعومين، مدعومين من أمريكا، مدعومين من إيران، مدعومين من الدول العربية المحيطة، مدعومين من دول العالم كلها، كلها تعترف بيهم وداعمتهم. من اللي حاربهم؟ لا والله هم الفاشلين مو رجال دولة. قدرتونا باسم الله خير، وخنتونا واخذتونا، جبتوا قرايبكم حطيتهم بالمحافظات محافظين علينا، يعني يسلبون بينا والحسين بريء من كل واحد ظلمنا. 1400 سنه احنا دمانا تطشر وجيناها بقناها بيديكم، وخنتونا اذن ما اخذنا صدام اخذنا، انتم اخذتم دمنا ونفطنا وخليتونا قاطعنا الجوع، وعساكم ان شاء الله ما توفقون، ان شاء الله ملك الري يروح من عندكم، قتلت الامام الحسين من كله يروح من عندكم. انتم لا كان تنصرون الامام الحسين، ليش جعت الامام الحسين تلقي القواطم من الشارع؟ ليش جعت الامام الحسين نايمه بدون ماوى؟ ليش جعت الامام الحسين ظل بدون زراعه؟ هاي الديوانيه خايسه اخيص محافظه بالعالم. هاي جعت الحسين تسوي سيد ابو علي، تدري حضرتك الامام الحسين ما يغفر لكم يوم الحساب. يعني تعرف حضرتك، واكيد يعني تعرف ايضا المشاهدين العراقيين والعراقيين بشكل عام يعرفون انه بالوقت اللي طلعت به مظاهرات بوسط وجنوب العراق على هاي الحكومات اللي كانت في البصره بالناصريه غيرها، تدري الاحزاب هاي اللي تحسب نفسها على هذه المحافظات ايش وصفوا ذول الشباب؟
قالوا عنهم هاي الخلايا النائمة لداعش، ذول الشباب قالوا عنهم بعثيين، أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية اللي طلعوا بسبب الفساد وضد الظلم وضد الفقر والبطالة، قالوا عنهم ذول خلايا نائمة لداعش وبعثيين. إذا هم أبناء جلدتهم أبناء هاي المحافظات اللي هم يدعون تمثيلها اتهموهم بأنهم دواعش وبعثيين، تتوقع منهم شنو ذولا بعد؟ الجوعان وطلع على معيشته وقالوا ذولا بعثيين، استحلفك بالله البعثيين وياهم بالحكومة وست ملايين ونص يستلمون، والشيعة ما عندها بيوت، الشيعة ما عندها، أغلبهم تنولد وتموت ما عندها، ما تشتري ثياب جديدة، أغلبها تنولد وتموت ما تتزوج، أغلبها تموت تنولد وتموت ما عندها بيت تملكه، قاعدة بالإيجارات وبالشارع. اللي طلع البعثيين هم عندهم يطرهم 3 ملايين ونص راتب تقاعد، وأولادهم موظفين هسا بالديوانية، وإحنا الشيعة اللي انظلمنا الله وصل العباس كفيل. كل العراقيين أبو علي. منال الأرض بس سيد أبو علي، نعم. كل العراقيين اللي ده تحكمهم هذه الأحزاب مظلومون، يعانون من الفقر، من البطالة، من التهميش، من الظلم اللي واقع عليهم من الحكومات. مو بس قضية حتى لا يصير الموضوع أنه بس الشيعة، لا، كل العراقيين اللي يعيشون بظل هاي الحكومة يعانون من بطشها، من ظلمها، يعانون من الفساد. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، لأنه يعني واضح وأكيد اللي يتابع يشوف ويعرف، وأكيد تسمع أهالي المحافظات اللي صارت عليها عمليات عسكرية بحجة داعش اللي دخل بسبب فشل وفساد وتواطؤ هاي الحكومات، قاد إلى اليوم عندنا أكثر من مليون مهجر من داره في شمال العراق، يعني أرقام مرعبة، مدن مدمرة بالكامل، ناس ما عندها تأكل، ما عندها تشرب، ما عندها بيوت. وطبعا وضع المحافظات الوسطى والجنوبية مثل ما تفضل السيد أبو علي في قمة المعاناة. نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام ونأتي إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا أفادت مصادر صحفية أن القوات الحكومية اعتقلت ناشطين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. ذكرت المصادر أن قوة أمنية قادمة من بغداد اعتقلت 5 من أبرز ناشطي ثورة تشرين بعد تنفيذها حملة مداهمات طالت منازلهم، فيما رجحت مصادر مطلعة أن عمليات الاعتقال جاءت على خلفية ارتباط أسماء المعتقلين بقضية المغيب سجاد العراقي، وجاءت هذه الاعتقالات وسط ترجيحات بعودة نسخة جديدة من ثورة تشرين أشد زخما من تلك التي حصلت في عام 2019 في ظل استمرار الممارسات القمعية الحكومية والانهيار الاقتصادي الذي سببه ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل ارتفاع معدلات البطالة. مزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الآتي الذي يعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية.
مشاهدينا الكرام معنا الآن السيد كريم من الصويرة، تفضل يا كريم. السيد كريم من الصويرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك حبيبي الغالي. تفضل سيد كريم. طبعا اسمع، خارج العراق 35 سنة سافرت دول العالم كلياتها. نعم. يعني ما خليت دولة ما رحت لها، آخر سياسة رجعت من فنلندا. نعم. يعني ما شايف الوضعية بالعراق أبد بحياتي. يعني كل بوك تركات نهب ماكو مطلب للمواطنين وماكو مطلب للشعب. نعم. يعني حتى الاختصاصات دمرونا، دمروا التعليم، دمروا البنية التحتية، دمروا كل شيء. طيب ايش عجب سيد كريم هذا الكلام؟ ايش عجب دا يصير هيك بالعراق رغم انه اللي دا يحكمون اللي عنده جواز سفر بريطاني وشوف بريطانيا دولة عظمى، اللي عنده جواز سفر فرنسي وشوف فرنسا، اللي عنده اللي جاي وعايش في دول مثل امريكا وغيرها ومحتك بدول وشايف الاعمار وشايف الخدمات ويقولون احنا اصحاب شهادات، ليش ما طبقوا او نقلوا التطور والحداثة والبناء والاعمار الموجود هناك إلى العراق؟ مو كانوا معارضة ومقاومة ووعدوا العراق بالحياة الوردية؟ حبيبي الغالي، طبعا أنا التقيت بالإمارات تقريبا سنة 2004 واحد من بريطانيا، يعني دعمت بريطانيا مطلقة تقريبا 40 دكتور يريد يسوي دعاية وزالة بالفعل وعدمنا يسوي دعاية على أساس يريد يصير رئيس دولة العراق. فدولة كلهم مدعومين من الدول الغربية لتهجيم العراق. هذول كليتهم يعني حصارة المجتمع. يعني انت تصور يعني ابو الشهادة نايم، ما عنده شهادة ماكو، يعني 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 هذا هسه مثلا هسه نقول رئيس الوزراء ولا الحلبوتي، يعني من الدهين من طاوة الدهين صار ملياردير. أنا أكتفي ويا حضرتك، أعتذر منك طبعا، أكتفي ويا حضرتك بهذا القدر لأن الوقت شارف على الانتهاء. فيما تبقى من دقائق مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. دعت التنسيقية العامة لخريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية، دعت خريجي المجموعات الطبية إلى تنظيم تظاهرات حاشدة أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 من ديسمبر الحالي للمطالبة بفتح التقديم على الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين دفعة الخريجين لعام 2022 الذين كفل لهم القانون التعيين المركزي دون تأخير أو قيد أو شرط. جئناكم بهذا الهاشتاج طبعا اللي موجود في موقع تويتر مظاهرات فتح استمارة الصحة. صهيب الباشا يقول: أما التعيين أو نصب الخيام أمام الوزارات المعنية. فاطمة تقول: يا الله اليوم على المواقع وغدا أمام وزارة الصحة. يونس الأصيل يقول: افتحوا الاستمارة وكفى مماطلة. ولدينا مرشد ياسين يقول: الاحتجاج سيكون سلميا وقانونيا وبموافقات رسمية من أجل إطلاق استمارة التعيين المركزي الخاصة بدفعة 22 موعدنا 27/12/2022. تستمر إذن تظاهرات أصحاب أو خريجي التخصصات الطبية طبعا للمطالبة بحقهم بالحصول على تعيين، وهذا هو لسان حال كثير من الخريجين في العراق للمطالبة بالحصول على تعيين في بلدهم. وعرضنا مثل ما تابعته ملف الأعمال الأجنبية وكيف أن هناك أعداد ضخمة من العمال الأجانب في العراق في حين أبناء العراق لا يحصلون على فرصتهم. مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.